الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع بإذن الله تعالى متن الأصول الثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تن جردن منن بس 3 نجيز كتابين قيت الله يستر. نعم. قلنا قبل الدراسة عندنا أسئلة خمسة، ما هي؟ كتاب توقردن باشتا بس بزي 5 سورة دوايت قادن لك قيس 5 سورة. السؤال الأول. برينج سورة. قيت فابروسر. السؤال الأول. برينج فابروسر. نعم. أربعة 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 مسألة. لا لا، السؤال الأول في الأصول الثلاثة. ويش نيجز باشن دا؟ إيه باشن دا؟ أنا بيت شستي رزيلنا. أنا قسم تقسم إلى 15 فقرة. لماذا ندرس التوحيد؟ نيجي توحيد تيرونوز. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ نيجي توحيد تيرونوز. لا حتى يقول بالقرقيزي. نعم. أنت تترجم بإيش الآن؟ قرقيزي. قرقيزي نعم. يجي فارغوس يلي فاكريسكي. إذا ما يستطيع في الروسي ما في مشكلة. نعم. يدخل الجنة. لا يدخل الجنة إلا موحد. نعم نعم نعم. فقط الموحد. Единобожие это залог там безопасности. تمام. ولا يقبل الله أي عبادة إلا بالتوحيد. أنا توكيد بالمؤمن بيردا عبادة ترقى ولا البيت الله تعالى. حتى لا نقع في الشرك. شركة شبق الباشا وسجود يرونوز. طيب لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ نيجي بس إنه وشو الكتاب تتان دادق ويت ويش نيجز ده نيجي وشو نوقف تتاوز. عالم دار بزجي. نصيحة العلماء. تمام. عالم دار نصيحة. طيب نعم، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ خس خش هاي تقنده ويش نيجز ده جنبني. Үч негизде эмне айтабыз? Өзүн Роббин таануу, маарифатын Роббу. Айшах, маһил усул аль-саласа бихтисар. Кыскача айтканда, үч негиз деген эмне? Эмне? Хавада суралуучу 3 суроо. Ал асылат аль-кабр. Асылат аль-кабр аль-саласа. Тамам. Хаза суал аль-салис. Маһил усул аль-саласа бихтисар. Бул 3-чү маселе да, ошо 5 маселенин 3-чүсү. Мал фаида мин дирасат аль-усул аль-салас. Үч негиз. Наза настафид. Үч негизде окуу үйрөнүүдөн эмне пайда? قندي فايدة على وس. آه. الجنة. نعم. أن حتى نجيب عن أسئلة القبر. تمام. نعم. قبر داقز سرول ورقة جوبير على وس جنة. طيب الخامس محتوى هذا الكتاب. بيشنش المسألة. أو فارس الكتاب. مزمنه صديقني كني. أصول ثلاثة. أقسام خمسة قلنا الكتاب هذا فيه. كتب بيش تيز الدرات. بس بيتي تشتيز. ما هي؟ نعم. كاكي تشتيز. قيس بيلو ترى الدرات كتب. содержание. تعرف؟ مهم توحيد. بس كتاب. نعم. برينس تورت مسألة. أربعة مسألة. المسائل الأربع. وش سورة؟ المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة. إني وش توحيد تورجنا. لماذا ندرس التوحيد؟ وش سورة؟ ثلاث نوع. شرح الأصول الثلاثة. والخاتمة. والخاتمة. كتاب نايف. تمام. من يعيد هذا؟ يوم قايت الله بيرلا تشدنا. كتاب 5 بلوكتون ترات شيخ هاي تو كيم خيط الله كيف درستم انتم تقولوا ها؟ لا هو ما درس هو درس ما درس توحيدنا ها؟ تستطيع تعيد؟ نعم استطيع اربع مسائل مسائل ثلاث لماذا ندرس التوحيد؟ üç ne gözü özü selası sor yani hangi korku ve khatme نعم طيب ما هي المسائل الاربع 4 مساله دي جنبني başında kadar من يعرف هو مدرسه ها 4 مساله دي قايس كتاب 3 نيجزين başında من يعرف مسائل الاربع ما هي عصر ثلاثه 4 مساله قايس اي عصر ثلاثه نعم عصر ثلاثه هذا في سورة الأسر. نعم. إلهم الله. العلم. إلهم الله. إلهم وعمل الله. والعمل. أنا عن دعوة الله. والدعوة. أنا عن الله عن قيس الصبر الله. والصبر على العلم والعمل والدعوة. نعم. ترجم. أنا من تورت مسألة. بيرنشي إلهم الله. إكينشي أغا ترى شامال الله. يشونش أغا تشكره وشكر دعوة الله. تورت أنا تورتنشي وشو إلهم الله دا. عمل الله دا. تنا دعوة الله دا صبر الله. طيب. ما هو التوحيد؟ تعريف التوحيد شرعا. توحيد تجي نمدي شريعة طاقة نقطة مسألة. نعم. نعم. الله أن أزنا على تيجي تقولون
افرض وجه ما يختص به من الربوبية الملكية والأسماء. تمام، تعريف توحيد الربوبية. توحيد الربوبية والله özün işlerinde şirketine cabuz doğru. İfrad Allah gibi afalillah. Cerat ulusuna al-halk. Al-mulk. Tadbir. Maşallah. Tevhid el-uluhiyye. İfrad Allah bil ibadet. Tamam. Allah Allah'ta ibadetlerde cabuz doğru. Tevhid el-uluhiyye Allah'ta ibadet. Al-thalith. Tevhid el-esma ve sıfat. Asım sıfat Allah'ta isim sıfatlarına cabuz doğru. Allah'ta Allah özün kitabında canan özün Resulullah kulu til arkulu aytılgan ısım sıfatlarında cavuzda 4 mersesiz ifradullah. Tamam. Allah, tamam. Tayyip. Ma hiya al-masail al-thalatha? Bidun arba şey yaqul. Tamam. 3 mesele degenim ne? 3 mesele. Ha, masail al-thalatha. 3 mesele. Şu kitabın ikinci bölümü 3 mesele mi? Tayyip, olsa. 2 yaposta. Ha. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أسماء والصفات. توحيد الألوهية و. البراءة من الشرك وأهله. نعم. نعم. بيش مسألة. بيرينش مسألة. توحيد الربوبية من توحيد الأسماء والصفات. يكينش مسألة. توحيد الألوهية. يكينش مسألة. شرك تنجر مش شرك تبدأ باش ترتوه. تمام. وقلنا لابد أن هنا نعرف وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين. لأن الناس انقسموا مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. نعم. جناب سعيد خمولتوس خبرلر غرطة مسلمان يمستر غرطة adamlar 3 türge bölünür tabi. İki çekten aşkana iki bölüp cana ortonu karmanganlar. قسم يتعرض الكفار بالقتل والسب والسرقة أخذ الأموال. Birinci bölük bolsa koşul Müslüman emeslerge kapılar kırata zulümlük kılgandar, alardı vuruşkandar, alardı öldürgündür, alardı mal mülkünü tartı olgandar. Ve kısım يشارك الكفار في عيادهم احتفالاتهم في لباسهم. Yani ikinci başka bölüm olsa bunlar da gel, alar menen arlaşıp jürürgendir kapılarına. Mayramlarında, özün bir daha bir çoğuluşlarında, alardan giyimlerinde. O sahih el vasat. Halim ya, turacı olup olsa bu ortalık. La nuşarik el kuffar fi iyadim, fi ihtifalatim, fi libasim. Kapılar menen biz arlaşıp jürürüyoruz, alardan mayramlarında, bir saltanatlarında, giyimlerinde okşuşmayız. Lakin ma'a hâze nefi lehum bil uhud. لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. برو قشول من البركة بس الله من البلغون قيلش من درده بزبايوس الله رغ الله رده ورش بايوس الله رده يلتر بايوس الله رغ شلون نقبايوس. ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله رده الله خش قراوس. نحب لهم الخير ونخاف عليهم من النار. الله رغ بس جخشلك تغلايس جخشلك تغلايس برو هذا زمان نقطن تزقتن الله شن كرقاوس. نعم طيب الأصل الأول من الأصول الثلاثة. 3 نيجزين برينج نيجزة. ما هو؟ قيصر. ها أول سؤال تسأل في القبر. قبر ده سرور طبعاً بيرينش سرور. ربنا. ها. ربنا كم؟ من ربك؟ إيش تقول؟ ندوي تصنف. ها نعم. إذا قال لك إنسان من ربك؟ ربي الله. تمام. الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. طيب. إذا كان هو الرب لابد يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. نعم. يقرد الله تعالى بيزن رب بيز بالغنون جين بيز دي رزق نعمات ترمي بيز تربى بيز ترغن دين سوسوس تميك أغا أزن رأي بيز إبارات قصص كريك. ما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله؟ إبادة تن قيس بير ترون الله تعالى مشك بروجو أرناسا بونو لوكم غنداي. نعم. قل دكتور بنا سلوس ترى إيش كم سلوس ما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله الله تان باش خبره قا إبادة تن قايس بير ترى النار نان من دويك مغنداي نعم الشرك أكبر ولا أصغر شو شرك بيكش نشرك ده شرك أكبر شرك أكبر تمام لكن نحن لا نحكم على الأشخاص اللي يحكم على الأشخاص من العلماء بروك بيس أدمدار ترى له يوكم تشعر بايس أدمدار ترى له يوكم تشعر وتشو بلار عالمدار نحن علينا الإصلاح إرشاد المجتمع التوعية تعليم الناس. بيزدين ملتيبيز أدم دارته أون دون عاركت قلو أدم دارغا يرتو أدم دارغا وشو باقط تاب تخلق ترديت كله. نعم طيب قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها أخذوا أقسام الدعاء. أقسام الدعاء. أقسام الدعاء. نعم أخذوا نعم. أخذوا ما شاء أقسام الدعاء. دعاء تلرو. من يعرف أقسام الدعاء؟ دعاء مثلا دعاء العبادة ينقسم الدعاء إلى قسمين نعم دعاء إيكي ترغب بلنت دعاء
ترجم دعاء عبادة دي عبادات دعاء أنا سرو دعاء نعم دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله İbadat duanı mesela acılıktı, gibi namazdı, Allah'tan başka bir yol aradayken olsa bu çok şirk. الثاني دعاء المسألة دعاء الطلب. Yani ikinci duanın türü bu sura dua. Mesela bir öyle gibi Allah Teala mesela dua benim kayırladı sura. Kim kısım? Kaç 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 bölüldü? Dua mesela. Dua mesela. Kısmayın. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. İkiye bölünüyor. Birinci türü degen Allah Teala'nın ile kolundan gelgen derse. Bunda da Allah'tan başka bir adamın kimi sıraya turgan olsa bu çok şirk. وَفِيمَا يَقْدِرْ عَلَى الْمَخْلُوقِ قُلْنَا يَصِحْ بِشُرُوطْ أَرْبَعَ Alemi mahluktun, yaratılganın kolundan gelgen derseni adam sıraya turgan olsa başka bir adamın bu tuğra olu hesaplet, birçok tört şart beni. أَنْ يَكُونَ الطَّلَبْ مِنْ حَيْلَ مِنْ مَيِّتْ Birinci şartı türüden sıralış gerek, ölüp bol boş gerek. وَأَنْ يَكُونَ الطَّلَبْ مِنْ حَاضِرْ لَا غَائِبْ Şu, Canında bolgun sıraş gerek, kayıp, çok 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 adamdan emez. Ve an yekûne talab min qadir la aciz. Cenab-ı Hak gücü, kudreti gelgenden sıraş gerek, alsızdan sıralbayt. Ve an ne'teqed ennehu sebeb, la yadur ve la yenfe. Cenab-ı Hak sebep, biz de törtüncü şartı biz al, cönüle sebep de işe neviz, al bir oku özü payda ziyan vermeyt. Mesela dua l-isti'ane ve l-isti'ade ve l-istigâze ve l-şefa'a. Mesela duanın cümle isti'ana diye cümle Allah Teala cümle dua soru cevap olsa Allah Teala Allah Teala da korku tilep soru cevap olsa kutkarı tilep soru cevap olsa şapa tilegende. Naam. Ana aqul li hadha al-akh a'inni fi haml hadhihi al-tawil aw al-kursi. Ya sah? Mesela men bu baykeden sorayım dedi. Uşul demeni stoldu mağa götürüngö jardan berdi. Ya sah hawla. Turalo. Sahih. Nanzur. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة صحيح وإلا لا يصح. بس خرايز وشو تورت شرط بولغن بولسو عند ترولت عند بول بولسو عند ترامس. الطلب لابد أن يكون من حي. برينشدن سرو تيرودن بولش كريك. لا ميت. يقولوا جمس. حاضر لا غائب يعني ما يمكن إنه هنا ينادي يقول ولي مثلا في الهند. وشو الجردة جانوستا بولش كريك مثال علستا مس مثال وشو الجردة تروالت بير إنجا دابرو قد دوا من قايل بايوس وأطلب من إنسان قادر يقدر هذا ما شاء الله على الحمل لا أطلب من إنسان مشلول مريض لا يتحرك بستيكن وشو قدرت دو قشو جاي قال يل جاي دن سرايوس علستا مس مثال بير باراليزون يول جات قال هذا من سرايوس رايوس ولا بد أعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع لا تورتنشو بستيكن بول جنلة سبب özü payda ziyan bir olay tep işe neşesi gerek. Naam. Tayyip. انقسم الناس في الاعتقاد في الاسباب الى ثلاثه اقسام себептерге карата болгон адамдар ошо себептерге болгон ишенимге карата ишенимге карата адамдар үчкө бөлүнөт мая кайсылар те которые конкретно только на причину полагаются الذين يعتمدون فقط على الاسباب لا قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب سببا وهذا قسم صحيح وقسم شرك اكبر وقسم شرك أصغر. نعم. Birinci türü bu çille Allah Teala emniyeni sebep kılgan bolsa oşonu sebep dep bilgendir. İkinci bolsa çoğ şirk. Üçüncü bolsa ikisine şirk kılgandır. Al kısmı al-avval sahih ve hum kulna men ya'taqid ve yec'al ma ja'alehu Allah subhanahu taala sebep sebeba. Birinci türü bu tura. Allah Teala emniyeni sebep kılgan bolsa oşonu sebep dep işenişet. Yani sebebin oşonu alışat. Yani mesela hada ledeyhi alam fi batni. Misalı bakın misalı iç olup çatat. قال انا عندي سبب ما هو لرفع هذا المرض باذن الله الرقيه الشرعيه اقرا على بطن الفاتحه. Misalı anan aytat men uşul içim oruğa kalsın. Bunun sebebi var. Misalı men Fatiha surenin rukiye okuyayım dağı sana Allah'ın jardan menen men şapı şapı. Nعم نقول هذا السبب شرعي. Biz aytas o bu tura şeriatlık sebeptir. او ذهب الى مثلا الصيدليه اخذ دواء وشرب او اخذ شيء من الاعشاب وشرب هذا سبب حسي محسوس. Cevap olsa ikinci sebep bu fizikalık sebep olsa mesela apteka varattığı bir dar alat ya tamak hoşunu koşup cehittığı bu dağı sebep. Naam. الثاني شرك أصغر. İkinci tür bu kişine şirk. وهو أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. Bunlar kimde kim? Allah Teala emniyeni sebep kılmasa, o şuna sebep kılıp, sebep de pişenip, cana şuna sebep kıl alğandır. يضع بعض الناس هدانا الله اياهم على البيت على السيارات على الاولاد اشياء منها مثلا كبير адамдар үйгө болобу же жаш балдарга болобу же машиналарга бир кандай бир нерселерди илишет يضع عين مثلا бир көз көз мо жок كف же бир алакан راس ثور راس اسد راس حوت
бир уйдун башын же немени же бир балыкты же болсо арстандын башын коюшат. Ау хафир аль-фарас هذه قطعه من الحديد التي تقى ايشت اوشن تقى اتن دا اسمو تق او نعل قديمه جي بير ايسكي بوت كي ميل قوشت او بعض الخراق السوداء بعض الاشجار جي اوسو بير جي بير تخار شفروكتوردو جي اوسو بير باختن جي بير بولكتور لماذا تضع هذه الاشياء قال لانها سبب لدفع العين امنيغي بولارد ايلي اوتاسار ديسا алар айтышат бул ошо көз тийүүдөн сактай турган себеп деп айтышат هل جعلها الله سبحانه وتعالى هذه اسباب لدفع العين эми суроо аллах таала ушуну көз тийүүдөн сактоочу себеп кылганбы ла эден хаза ширк асар жок жок демек бул деген кичине ширк болот ва иза кан яътакид якул хази хия би нафси тадфа ашшаатин хаза ширк акбар бирок эгерде адам ушул нерсе ушул илген нерсе өзү эле деген бир көз тийүүдөн же бир шайтандардан сактайт деп ишене турган болсо анда бул чоң ширк наам аз-забх ما حكم الذبح لغير الله محبه وتعظيما курмандык чалуу аллахтан башка бирөөгө мал сойгон болсо курмандык чалса ошого бир таазим менен бир сүйүү менен мунун өкүмү кандай كذبح للجن لاصحاب القبور мисалы жиндерге же болсо кабырда жаткандарга арнап а ма хукму курмандык чалса кандай өкүмү кандай а чоң ширк чоң ширк акбар ширк акбар наам тамам туура тайп الدين الاسلامي كم مراتب الدين الاسلامي الاسلام دين قنچا مرتبه قنچا درجهдан турат 3 3 لا 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 ما يتكلم من دون رفع اصبع قول көтөрбөй туруп сүйлөбөй туруп сүйлөбөй эле قول көтөрөсөң анан жооп бересиңер نعم 3 3 3 ما هي قيس الاسلام بكين سيمان جنسي احسان الاسلام والايمان والاحسان تمام نعم طيب اركان الاسلام كم من يعرف исламдын канча түркүгү бар аркан ал ислам кам исламдын канча түркүгү бар а на 5 ма хия кайсылар шахада кирмесине бөлүп берүү шахадат алла илаха илляллах ва анна мухаммадан абдуху ва расулуху ла илаха илляллах аллахтан башка сыйынып татып тутат жок жана мухаммад анын кулу жана элчиси деген күбөлүк ошо күбөлүк бер сани экинчиси 5 убакыт намазын тургузуу икамат хамс салават икама сала наам зекет берүү үчүн итааз зака рамазан айында ороза алармы саум рамазан анан меккеге азылык хаджи байт аль харам лиман истатаа ли сабила тамам маша алла ма хуа аль ислам ислам деген эмне наам ислам истислам лиллахи бит таухид ва инкияду лаху бит таа ва бараату мин аль ширк ва ахли бил каргизи кыргыз наам алланы ислам бул алланы таухид аркылуу аллага баш ийүү ифрад алла би анваа ат-таухид ат-саласа анан ага баш ийүү аркылуу ага мон таа ан нутиа алла ва ла наси анан ширк жана ширк элдеринен жүз ийүү я атабарра мин аш-ширк ла будда аль-муслим атамайяз ан аль-куффар наам тамам ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله كبيرين ما نسمنا. نعم. لا معبود بحق إلا الله. بقرقيزي. الله تنتا تبطو. تمام. الشهادة تقوم على ركنين. شو كبيرك؟ بقول إيكي إيكي ترك تندرت إيكي ترك تندرت. يعني مثل هذا مثلا يقوم على عمودين. الشهادة تقوم على عمودين. وإلا يعني لا تصلح الشهاده мына ушул нерсе сыяктуу мисалы эки тепкичи турат эки түркөк турат эгерде экөө тең болбосо анда кулап калат наам ман яткур ли аркан аш-шахада күбөлүктүн түркөктөрүн ким айтып берди маша алла такум аш-шахада ала рукнейн ар-рукн ал-аввал нафи тамфи жамиъ ма юъбад мин дуниллах такфур бикул ма юъбад мин дуниллах тамам биринчи түркөк бул жокко чыгаруу аллахтан башка кимдерге кайсы бир нерсеге адамдар ибарат кылса сыйынса ошонун баарына капырлык көрсөтүп ошонун баарын жокко чыгаруу аль-сани ибат аль-ибада лиллах вахда ла шарика ла экинчи түркүгү бул тастыктоо ибадатты сыйынууну жалгыз аллах татыктоо деп ошону тастыктоо наам тайип ма маана шахадат анна мухаммадан абдуху ва расулу мухаммад анын кулу жана элчиси дегендин мааниси эмне наам а наам айткан сөздөргө баш ийүү
تمام. تعاطف فيما أمر وتصديق فيما أخبر، اجتناع ما نهى عنه ونوى الزجر، ولا عبد الله إلا بما شرع. نعم. Al peygamberde biliyoruz, bırak alını önemli, bırak ağa başı iyi önemli olmayız. Aytkanlarına moyusunu alız, bırak ağa ibadet kılmayız. Nutim amara ve len ve na'budu. Allah'ın kulu. Tamam. Hu abdu. La yu'abed. Hu abdu la yu'abed, Resulü la yukezzeb, aleyhi salatu vesselam. Tamam. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما هو الإيمان؟ أهل السنة والجماعة نشيلهم وانشا إيمان دون علاقة مسلمة. نعم. خمسة أشياء. نعم. الاعتقاد بالقلب. القول باللسان. العمل بالجوارح. عمل بالجوارح فقط. دينا من شو مين اللي بقون عمل ضربه؟ دينا من شو مين اللي بقون عمل ضربه ديتا؟ عمل جوارح عمل قلب، عمل جوارح مثل الصلاة، عمل القلب مثل الخوف المحبة. عمل بول ديني نامال دار داغي وشون دولي جرقتن داغ عمال دار داغي. مثلا ديني عمال دار بول نماز سياحتو جرق عمال داري مثلا قرقو الله تن قرقو سياحتو بعده أنا جين سوق يزيد بالطاعة لا لا يزيد بالطاعة فقط، يزيد بالطاعة وبدراسة التوحيد والتفكر في مخلوقاته يزيد وينقص بالحسنات. يعني يقول بالحسنات يزيد وينقص. قويت أنا. بنيو يشتري قومين خير. وينقص بالمعصية. نعم تعيد. قيت الله. إيمان بو بس نسيب وجرب. إيمان خمسة أشياء. نعم. اعتقاد بالقلب. تلدين عطلان. قول باللسان. دين من شو من أتقان عمل. العمل بالجوارح. أنا مشان عال جرب من عمل بوكين ده دين من شو من عمل. العمل بالقلب والجوارح. نعم. قيت الله. يزيد وينقص. تمام. سؤال. سرور. إنسان يقول بلسانه، يقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل العافية السلامة لا يعتقد بقلبه. مثلا قايس بر адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмнен барын айткан сошолорду айтат. Эмнен алып келсе ошонун барын сүйлөйт тил менен. Бирок ага жүрөгү менен ишенбейт деди. Нам, ماذا نقول عن هذا؟ Бул адам туралуу биз эмне деп айтабыз ал ким? Аман яа. إنسان يقول بلسانه بالصلاة والتوحيد كل شيء، لكن لا أعتقد بقلبه. وشو نماز ده عيتات مثلا التوحيد عيتات بروح وشون نبارنا جروج مين يشم بيت؟ نعم. منافق. نفاق أصغر ولا أكبر؟ شو نفاق بدك شنو نفاق بقول غنده؟ أكبر نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. Бул чоң 200лүк болот. Мындай адам ишенген болсо, булар деген тозоктун эң түйүндө болот булар. Суал аттаны. Экинчи суроо. عندنا انسان يعتقد كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد بالتوحيد وبالصلاة وبكل شيء. لكن لا يقول بلساني وهو صحيح معافى قادر على الكلام. Экинчи адам мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген бардык нерсеге жүрөгү менен ишенет. Бардык эмнени барып келсе жүрөгү менен ишенет. Бирок анын кудурети болуп, ошол дени сак болуп туруп, бирок аны тил менен айтпайт. Нам. Фахимтум уид ас-суал. Кайталайын деп, суроону кайталайын. Инсан яътакид кул шей би калби, ма яшук абадан фил китаб ва фис сунна. Куран сүннөткө эч бир дагы, эч бир пайызга дагы, эч бир шектенбейт деп жүрөгүндө. Толук ишенет жүрөгү менен. Лакин ла якул бил исани ва хуа сахих муафа кадир ал калам. Бирок тили менен ден соолугу сак болуп, сүйлөгөнгө кудуреттүү болуп дагы, бирок айтпайт, тили менен айтпайт. نعم جيم كفر كافر كافر نعم اكبر واسع شون قبر لك شنو قبر شون كفر اكبر جاهل لولوكم يقول ان ظن انه جاهل كيف جاهل هو يعتقد كل شيء يعرف كل شيء بلتت بعض الطرق ناس بلتت не может сказать, ему что-то мешает? Чух, 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 шейх, шейх, халя, она его ест, ты. Он получается это. У него есть возможность сказать, силы есть, но он не говорит. Кадир ва 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 это говорит. Это мисли яхудия. Яхудия. قلنا أن الإيمان قول عمل اعتقاد يزيد ينقص.
Биз айтпадык го, иман деген бул не? Бул ишеним, айтуу, анан амалдар. Бул көбөйүп азайып турат. Иблис ала хада. Иблис мына ушундай ишеним болгон. Иблис. Абу Жахил ала хада. Абу Жахил дагы ушундай болгон. Фираун ала хада. Фираун дагы. Эза лабуд аннаху якул билисан иза кан сахих муафа. Демек ден салыгы туурабы болуп эгерде сүйлөгүн кудуреттүү болуп туруп, бул демек сөзсүз түрдө эмне тил менен айтыш керек экен. Тамам. Тайп. Аркан аль-иман кам? Имандын түркүктөрү канча? Аркан аль-аввал. Биринчи түркү. Мен Аллах. Аль-иман биллах. Анто мен абилла. Малайка. Малайка. Периштелерге иман келтирүү. Аллах. Котобе. Китептерине. Расули. Элчилерине. Элчилерине анан тагдырга. Эгине акыретке. يوم الاخر واليوم الاخر عيد من جديد باشنان айтылган кашты башынан айтылган قل لهم اللي يتكلم انا اسحب الجوال منه احسن شيء аз ким сүйлөсө бидон истеэдан мен деген демен алып алам дейт телефонду алып алам дейт احسن شيء نعم биринчи аллага иман келтирүү ал иамана биллах ан анан ан периштелерге мәлек ملائكة كتب رسول الله يوم الآخر آمن بالقضاء القدر تمام ستة أركان إيمان نعم إيماننا ألت تركوه كيف يكون الإيمان بالله الله خا إيمان قلت روح عندي ولد لو قال لك قال أنت مؤمن بالله أريد تعلمني كيف أكون مؤمن بالله мисалы бирөө сурайт, сурайт. Сен Аллахка иман келтиресиңби? Макул. Мен кантип Аллахка иман келтирем деп. 4 та нерсе менен жинди. Бир арбат. Наам. Акыл менен. Бил акыл. Эйва. Акыл. Экинчиси естество, врождённое естество. Ла 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 ла. Ла. Ла, кабыл. Жок, буга чейин, буга чейин. Аллахка иман келтирүү кантип иман келтиресиз? Кандайча иман келтиресиз Аллахка? Тоомин бе рух таухид ар-рубубия вал-улухия вал-асма ас-сифат ва тоомин би вужудиллах. Аллах Таалага биз иман келтирүү мааниси Аллах Тааланын рубубиятында жалгыз деп иман келтиребиз, улухиятында жана ысым сыпаттарында ошондой эле Аллах Таала бар экен деп төрт нерсеге иман келтиребиз. Далла ала вужудиллах ал-акыл вал-хисс вал-фитра вал-шара. Жана Аллах бар экендигине далил бул ошо бул физикалык нерселер, акыл, фитра анан шарият. Наам. ما هي مراتب الايمان بالقضاء والقدر تقدرга иман келтирүүнүн да канча даражасы бар ха مراتب الايمان بالقضاء والقدر اربعه ما هي 4 даражасы бар тагдырга иман келтирүүнүн 4 даражасы кайсылар знание аллах العلم العلم تبسانيا والكتابه этот её машиах хой этот палоза машиа наш машиа кин بول ديسي بولد والخلق العلم ان تؤمن ان الله علم كل شيء سبحانه وتعالى بيرينчи дараجه илим биз би ише иман келтиребиз аллах таала баардык нерсени билет деп الثاني ان الله سبحانه وتعالى امر القلم بان يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعه كل شيء مكتوب экинчи даражасы аллах субханаху тааля ошо калемге баардык нерсени эмнени аллах таала билген болсо ошонун баарын кыяматка чейин жаз деп буйрук кылган المشيئه ما يمكن يقع في ملك الله الا ما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين 3-cü derecesi bu kalo dedik. Allah Teala kalagan nerse bolot, Allah Teala kala özünü Allah Teala'nın kudretinde de şu mülkünde barlık yaratkan nerse özünü ey bolgon nerselerinde Allah Teala kala kalagan nersede başka hiç nerse bolboyt. Жана Аллах Таала каламайын биз эч нерсени каалабайбыз. Ар-рабиъ аль-халқ фал-абд махлуқ ва а'малу казалик махлуқ ва кал-ибад. 4-cü нерсе бул жаратуу. Биз жаратылганбыз, ошондой эле биздин амалдарыбыз дагы жаратылган. Тамам. Эзен ман юид маратиб арбаа. Ушул 4 даражаны ким кайталайт? Наам. Маратиб аль-иман биль-қазаи валь-қадр. Тагдырга иман келтирүүнүн 4 даражасы. Биринчи илим. Аль-илм. Биринчи илим. الكتابة قالوا سو المشيئة المشيئة بول ديген كون فيكون يقول والخلق والخلق جرته جرته العباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وكذلك في اعمال العباد مخلوقة الله تعالى бизди жараткан бизди барысы жараткан ошондой эле биздин амалдарыбыз дагы жаратылган тамам انسان نسأل العافية والسلامة يشرب خمر مثلا قايس بير адам арак ичип отот مسلم مسلمان تقول اتق الله كيف تشرب خمر انا айтасың я аллахтан коркуп койсуң кантип арак ичесиң يقول لو شاء الله ما شربت الخمر الله айтат аллах каласа мен арак ичпейт элем дейт
قدر الله أشرب خمر ماذا أصنع؟ الله تعالى من تقدر ما جسنا كده من أراقي شوطان نغل معلم ديت. ماذا تصنع مع هذا؟ بغا في سيم نغل أستيت نغل أصنع دايمين. تضربه حتى يغمى عليه. هن ورزن ديت وشو؟ يسوع تنجو قط قلقو ما أنت ديت. تضربه حتى يغمى عليه. ورزن ديت ده يسوع تنجو قط قلقو ما أنت ديت. فإذا أفاق وقال ليش تضربني؟ Анан өзүнө келип койгонсо сен анан сурайт эмнеге мени урдуң дейт. Кол каддар Аллах. Айтасың Аллах тадырга жазган экен дейт. Каддара азыр бак мана асра. Аллах тадырга жазган экен мен урдум сен эмне кылабан дейт. Иза иктана татруку. Эгерде ушу менен разы болсо анда болду анда таштап коёбуз. Иза лам иктана адрыб ас-сания. Эгерде мында разы болбосо анда кайра урасың дейт. Хатта иктана. Ушунту анан өзүнө келип разы болмоюнча. Мафхум? Шүнту? Ла тадрыб ахад. نحن فقط نقول هذا الكلام حتى تفهم. بس منو جلّت شنو شو شنو لايت بتوصلي؟ لماذا يختار الإنسان نصر عاف السلامة طريق الشقاء ولا يختار طريق السعادة؟ إمنيك أدم يوزله شو نداي؟ بخت سلطان جولن تاندا ولا تات؟ إمنيك بخت سلطان قبارة تروح جولن تاندا وايت؟ رجل سرق في زمن عمر رضي الله عنه. بير أدم عمر رضي الله عنه واغندا ورلق قلنا له. فأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده. أنا عمر رضي الله عنه أنا قلن جسند بيروح سرقان. فجاء هذا الرجل معترضا على الحكم. جناب الادم قال بوشول يوكمغو ناراض بولوب келди. وقال يا امير المؤمنين. جنا айтты о момундардын падышасы. انما سرقت بقضاء الله. من اللهтын тагдыры менен эле урдадым го дейт. اتلومن على شيء كتب الله هذا امر كتب الله. ушул нерсени Аллах таала мага жазган тагдырыма ушул менен нерсе мен айыптайсың го дейт. ماذا اصنع؟ من نغم عليهم ديت. قال له عمر رضي الله عنه. أنه عمر رضي الله عنه قاعد يتقن. ونحن أيضا كتب الله نقطع يدك ماذا نصنع؟ بزق دعاء الله تعالى تقدر رزقه سين قولن دقيسن دبجاس خانك إن بزين نغم الله. لا تلومن على شيء كتب الله هذا كتب الله نقطع يدك لازم نقطع يدك. بزق دعاء الله تعالى تقدر رزقه جاس خان نرسيه بز عيب توا بزق وشون جاس خان بز دعاء سين قولن دقيسن. إذا لابد أن العبد يحسن الظن في ربه. Demek sözsüz türde adam pende Allah Teala turalı oyun turalaş gerek. Jakşı oydu oluş gerek. Ve ya'mal bi'amal ahli'l cenne. Cana beyişka bara turçu adamların amalların oluş gerek. Tecma beyne'l iman ve'l amel. Oşol menin adam degen iman menin amaldı iki nersini biriktirgen. Ve ted'u Allah subhanahu ta'ala. Cana Allah Teala duaları menin kayrılış gerek. Tamam. El ihsan kam rukun? İhsanın kaça türkü var? 2 hata. İki kata. Ha. Rukun واحد. Ve tahet hâzâ rukun yûjed indena imma ibadet müşahada ou ibadet murâkaba. Naam. Tana uşul bir Türküktün içinde bizde iki derece var. Ildık kısı bulu. Allah Teala'nın ödüksü Allah Teala'nın görüp durganda ibadet kılu. Ildık kısı olsa Allah Teala beni görüp durat tep ibadet kılu. İbadetel enbiya ve rusul aleyhim assalatu vesselam en te'bud Allah ke enneke tera akva dafi' yedfa' el abd lil ibadet huve r-ragba vel hub ve şok fima inda Allah. En bu ödüksü derecesi Allah Teala'nın görüp durganda ibadet kılu bu degen şu paygambarlardan da dengeli paygambarlar derecesi Allah Teala'ga suyu menen Allah Teala'nın umutulu menen ibadet kılu. كالنبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يكثر من الصلاة. مثلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم آقا بوغا چينكي داغا андан кийинки да күнөлөрүн баары кечирилген ошондо дагы ал намазды көп окучу эле. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب. Eğer de uşul darajaga jete albasan, uşul öydünkü tömü, biyik darajaga jete albasan, anda sen en ıldıkı tömünkü darajadan ıldıyı düşüp ketpeşin gerek. Ildıkı darajagandai Allah Taala seni görüp turat dep Allah Taala'ga sığın o işenin menen. Bul degen Allah Taala'dan korkuu menen, Allah Taala'dan azabından korkuu menen bolgon ibadat. Ma huwa ad-dalil ala arkan al-islam wal-iman wal-ihsan? Uşul İslamdın, imandın jana ihsanın türküktörünö dalil kaysa? Ha. Hadis an ibn Umar. حديث جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام من حديثه تمام بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث السؤال الثالث ما هو üçüncü نيجز خيسة üçüncü نيجز üçüncü نيجز تسأل في القبر السؤال الثالث ما هو قبر ده سؤال طرقان üçüncü سؤال خيسة الثاني ما دينه كالثالث دين خيسة بقول ikinci سؤال قم هذا رأيت خب üçüncü خيسة من نبيك من نبيك نعم پیغمبر ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتا تيجي اوسو رادسلوبني قنداي الخاشم
Хашми. Мухаммад ибн Абдулла. Мухаммад ибн Абдулла. Ибн Абу. Ибн Абд аль-Мутталиб. ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيتاس محمد بولدجن عبد الله تن ولو عبد الله بول عبد المطلب تن ولو عبد المطلب بولار هاشم دن هاشم روسان هاشم بوسا بولار قريش تر دن قريش روسان قريش تر بوسا بولار عرب تر دن عرب تر بوسا بولار إسماعيل دن إسماعيل دن جشت إسماعيل بوسا ال إبراهيم دن إبراهيم دن ولو أغا جنا إبراهيم عليه السلام جنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلم هل هو نبي أو رسول عليه الصلاة والسلام إن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ал پیغمبر بو же элчи бе элчи өкөтүн мүмкүн نبي ورسول پیغمبر дагы элчи дагы أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول ماذا پیغمبر элчи болуп турган эң биринчи ага эмне түшкөн эмне кайсы аяттар болуп кайсы аяттар аркылуу ал элчи болгон پیغمبر болгон же پیغمبر رسول أو نبي رسول إلشي لا لا يا المدثر يا أيها المدثر أورم أول أورم يا أيها المدثر المدثر آيات ترتشكن ده شو شو الأرقلو أو إلشي والغن أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي أي إن بريتشي قيس آيات ترقلو أو پیغمبر والغن خمس آيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق علق سورة نوغي بريتشي بيش آيات إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب кимдерге жөнөтүлгөн пайгамбар салса арабтарга эле жөнөтүлгөнбү жок жалпы адамзатына эламас эламан буйз кимдерге жөнөтүлгөн дейт эласакалайн алжин вал инс эки дүйнөгө тең адамдарга дагы жиндерге да жөнөтүлгөн ма маана хаза мунун мааниси кандай анна кул ман балагатху даъвата ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ва лам юмин бихи فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار يهودي نصراني مجوسي نعم من المانس عندنا جيم 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 كان أول بوسن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعوة تاعه جد كم بوسو جن أعا إيمان قلت كم بول بوسو جيم كان أول بوسن يهودي بولو خريستيان بولو جي أوت خسين تشولو وشون بول تبلك تزوق وارو تشولو تبلك كيتش خسان تشبيت إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقرعان أنا دعوة إمني إمني دعوة إمني وغنو يريد يجيب لا يتكلم نسحب جوال سلو سلو ده تقول له قطع شكلك تليفون ده خلاص ده أول يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك توحيد كتقرغان تنا الشرك تنا غيره إذا لابد تكون هذه دعوتنا نحن تميك بيزن داغ دعوة توصل شنده بوش كريك طيب هل مات النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ölgün mü نعم نعم سبحان الله ما في شك جو شيء قنده شكتي شكتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق وما الحق البشر تمام پیغمبر صلى الله عليه وسلم آدم بولغون آدم دارغا эмне келген болсо ага дагы келет هل الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو حي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابалар алар قبرنا түрүүлө салып койду беле لا لا تمام طيب жок жок هل هدين النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل ولا دين ناقص эми ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дини бул толук динби же кемчиликтери менен болгон динби кемчиликтери барбы камил толук дин ма маана хаза мааниси кандай анну ла ахад йастати ан йабтади ау йадиф шайан ила аш-шариа сахих демек мааниси кандай демек эч ким бул ушу шариатка бир нерсени кошо албайт бир нерсени ойлоп таап бир нерсени кошумчалай албайт деген маани наам тайип ла хайра илла далла ал-уммата алейх эч бир жакшылык калган эмес сөзсүз түрдө пайгамбар салаллаху алейхи ва саллам ага көрсөтүп кеткен вала шарра илля хаззара ал-уммата мин жана эч бир жамандык калган эмес сөзсүз түрдө андан кайтарып кеткен пайгамбар салаллаху алейхи ва саллам тамам мата фи айна валида ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам кайда төрөлгөн пайгамбар салаллаху алейхи ва саллам кайда төрөлгөн ай где медини эй мекке мекка ахыр калам акыркы сөз мекке мединага кайсы а мекка мекка ва хаджара илля анан каякка көчкөн المدينة ومات أين؟ قيقتها بالقن قزوة في المدينة وفي مكة وفي الحبشة مكة في المدينة نعم متى وأين فرضت الصلوات المفروضة الخمس؟ بيش مال نماز قيس الجقطاقة بارز لنغن ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنين هجرة قلارغن مردا يوتشل غلغن دا شو ميراش كنو أسماء قتل كن تنو تنو كم له من العمر؟ канча жыл жашаган 63
63 منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا 40 жыл алардан 40 жыл пайгамбарлыкка чейин жана 23 жыл пайгамбар жана элчи болуп жашаган. Тамам. ما هو تعريف الطاغوت؟ طاغوتтун аныктамасы кандай? А. Алладан башка ким эмнеге кара сени басын ошонун баары таут. كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. طيب ما تعريف الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود يتجاوز الحد يعبد الأحجار الأشجار. نعم. Жо биринчи айта тагут деген эмнеден адам чектен ашкан болсо эмнеден чектен ашып мисалы ибарат кылуудан чектен ашкан болсо мисалы таштарга бактарга жана башка бир нерселерге адам сыйына турган болсо бул тагут ау матбуу яъни ау мутаа яъни эмма иттабиъ улемаа ас-суу ау ал-умара ал-харижина ан таатиллах биринчи сыйынуу дедикпи экинчи деген баш ийүүдө баш ийүүдөн чектен ашып баш ийүү же болбосо бир туура эмеске жолго чакырган аалымдарга баш ийүү же болбосо шариатка каршы болгон бир падышаларга баш ийүү. Тамам.